أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير. مشاهدي القناة الثالثة بتلفزيون دولة الكويت الرياضية نحييكم أطيب تحية وأولى حلقات برنامج المقصورة. طبعا هذا البرنامج يعتمد حقيقة على ضيوف كرام في الحركة الرياضية لهم تاريخ طويل، يمكن نادرا ما شفناهم في برامجنا إلا من بعيد، لكن هذا البرنامج حقيقة يعني من حظي وحظنا كلنا في هذا البرنامج أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة ولهم تاريخ طويل في هذا في هذه الحركة. ما ودي أنا أطول شوية في البداية، لكن باسمكم أرحب بضيوف أولى الحلقة الأخ العزيز عبد الله المسلم أبو سعد. حياك الله أبو سعد. الله يحييكم، سعداء بوجودك معنا في هذا البرنامج. الله يحييكم ونشكرك أبو سعد. حياك الله. والأخ العزيز أبو فهد علي المسعود أيضا نقول حياك الله يا أبو فهد وسعداء بوجودك معنا في هذا البرنامج. الله يحييك وجزاك الله خير، وإن شاء الله تسمع الشيء اللي يعجبك إن شاء الله يا أبو فهد. مع السعادة المشاهدين. أبي أتكلم عن البرنامج هذا مشاهد الكرام، يعني من سنة تقريبا بلغوني الإخوان في القناة الرياضية كانت هناك رغبة حقيقة من معالي الشيخ سلمان صباح سالم الحمود وزير الإعلام وزير الدولة شؤون الشباب إن إحنا نقدم برنامج. أنا وزميلي ورفيق الدرب في هذا العمل الإعلامي التلفزيوني الأخ محمد الزامل، لكن قدر الله وما شاء فعل. هذه الرغبة حقيقة أقول شكرا لك يا أبو صباح هذه الرغبة، وأنا عارف عملية اختيارك لنا أكيد هي رسالة للمشاهدين، رسالة لجمهور الرياضي، رسالة للرياضيين، على اعتبار أن وزارة الإعلام بل الدولة لا يمكن أن تنسى أبنائها، تاريخنا الرياضي والإعلامي والحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى الكل يشهد لنا بالنزاهة، الكل يشهد لنا لم نألو جهداً في تقديم كل ما تحتاج هذه الدولة من خلال وسيلة الإعلام. الأخوة حقيقة في القناة الثالثة وعلى رأسهم الأخ العزيز عادل عطلة مدير القناة وزملاء العاملين كلهم بدون ذكر أسماء حقيقة نلقى منهم كل تقدير حقيقة، ودائما يسألون تذكرون حقيقة يمكن ما يقارب 30 سنة لا أكثر شوية بداية البرامج الرياضية الحقيقية، ما كان عندنا قناة ولا كان عندنا يوم شو اسمه، كان عندنا المجلة الرياضية ثم أصبح يوم المفتوح، وكان يطلق علينا بكل أمانة بعض الزملاء الصحفيين، وكانت حلوة المحمدان أو المحمدين يعني محمد الزامل ومحمد المسند هم اللي كانوا يقدمون البرامج الرياضية. إنما الآن والحمد لله القناة تعب حقيقة ما شاء الله بالشباب المتميزين في تقديم البرامج الرياضية. فهذه الفترة 30 سنة أو أكثر من 30 سنة والحمد لله قضيت أنا ومعزبنا صح التقدير لأن كان مديرنا ومدير القناة الرياضية زين في تقديم البرامج الرياضية. الآن يعود حقيقة في هذا البرنامج التي آمل ويأمل إن شاء الله الأخ أبو يصال أن احنا نكون دائما عند حسن ظنكم وظن كل المشاهدين وظن أيضا الرياضيين وضيوفنا الكرام. وأقول للأخوة الضيوف اللي بيشاهدون هذا البرنامج ترى احنا محتاجينكم، ارجوكم لا حد يردنا، المعدين لما يتصلون فيكم انا لما اتصل فيكم ارجوكم كل الرجاء انكم ايضا تساعدونا وتكونون ضيوف لهذا البرنامج. هذه مقدمه حبيت بس اقولها، انما الان فاترك حقيقه الصافره والبدايه للاخ العزيز محمد زامر ابو يصال مقدم برنامج وليس ضيفا في هذه في هذا البرنامج. ابو يصال حياك الله. أشكرك. بس أقولك حياك الله حين بس إنما البقية لا، أنت زميل ومقدم برنامج في هذا البرنامج. أولا أعزائي المشاهدين تحياتي لكم جميعا، وإن شاء الله تكون عودة محمودة، والشكر موصول لمعالي وزير الإعلام وزير الشباب على إتاحة الفرصة لنا طبعا بإصراره على أن نقدم برنامج، وكذلك مسؤول الوزارة وأيضا إدارة البرامج الرياضية وعلى رأسها مديرها عادل عطلة أبو عبد العزيز. احنا حاولنا ان شاء الله نحاول بقدر المستطاع انا واخوي محمد المسند ان نقدم شيء ترضون عنه، واذا ما رضى عنه قلت اخروا الاخر على طول ما احنا، لكن نحاول باذن الله ان احنا نقدم البرنامج. تذكر قبل ايش قالوا يطغون علينا المحمدين؟ محمدين احنا ردينا مره ثانيه، ردينا ان شاء الله وان شاء الله لا نطول عليكم، احنا خلينا نبدا البرنامج مالنا اللي هو برنامج المقصوره. وتعتبر المقصوره الضيوف فيهم بامتياز،
فمثل ما قدمهم أخوي محمد المسند الضيوف عبد الله مسلم وعلي المسعود، هم الاثنين ذولا يعني مثل الاثنين روح واحدة. يعني أنا عرفت من أيام ألعاب القوة يمكن من السبعينات، ما أقول الستينات أستاذ تدرس، من السبعينات ألاقي علي المسعود عبد الله مسلم مع بعض. أنا بسأل أي واحد فيهم سواء أبو سعد ولا أبو فهد، شلون العلاقة هاي تمت بينكم في بداية ألعاب القوة؟ زين بس خلنا نقول للمشاهدين، عبد الله المسلم طبعا هو بطل الجلة، خلونا بتاريخ قبلها في أشياء كثيرة مع المسعود، لكن هو أيضا كان رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوة وعضو الاتحاد العربي لألعاب القوة، مدرب وطني يعني. الأخ العزيز أبو فهد علي المسعود بطل من أبطال الجري لألعاب القوة، مدرب وطني، عضو اتحاد ألعاب القوة، وما شاء الله وموجه فاضل أيضا في اسمه. هذا تاريخ. إنما السؤال اللي تفضل فيه عن بوصال لكم، شنو هي العلاقة بينكم أنت، شلون متى بدأت العلاقة؟ يعني إحنا نبيها دردشة، نبيها كأنكم قاعدين بالديوانية معانا، وبناخذ منكم أنتوا يعني أنتوا يعني خميرة الرياضة. نعم. يعني حقيقة مستويين بالرياضة هذه. خلينا نبدأ فيها شوي شوي طالعين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً إحنا سعيد أنا أن ألتقي معك وصال ومشعل هذا اللقاء الطيب صراحة. أنا علاقتي مع أستاذ علي المسعود مو علاقة مدربين، إحنا علاقتنا أخوية قديمة من زمان، يعني من الستينات ما شاء الله وليومك هذا لكل العمر طويل. أنا كنت في القادسية بالثلاثة وستين واثنين وستين ألعب كرة يد، وكنت أسمع اسم علي المسعود رنان في ألعاب قوة في القادسية. كان هذا الأسطورة كنت أتمنى أني أنا أتغرب له. أسطورة ولا أنسى جوتية بالمسامير. إذا حفر ثانوي شوي خلوها. نعم أتمنى كنت أنا أسمع اسمه وكنت أتمنى أني أوصل له، أني أوصل له أعرف شنو علي المسعود. لما تذكر اسم نادي القادسية في ألعاب القوة لازم تذكر علي المسعود. صحيح. يعني اسم ثبت. صحيح. في أسماء كثيرة، علي البحيري لما تذكر اسم علي البحيري لازم تذكر نادي السالمية. صح. عباس البصري لما تذكره لازم تذكر نادي التضامن. فعلي المسعود اشتغل في ألعاب القوة من الصغر، ومثل الكويت من الصغر، واستمر لاعب لغاية نهاية السبعينات. بس شلون بدأت العلاقة بينكم انت تسمع فيه؟ علاقتنا أنا ثلاثة وستين وخرت عن كرة اليد ودخلت ألعاب القوة. ليش وخرت؟ خلي يقول أنا ليش وخرت؟ ايه؟ لقيت نفسي في ألعاب قوة عندي الطموح أني بشوف هذا الإنسان شلون عشق هذه اللعبة. وأنا حقيقة عشقت لعبة ألعاب قوة من صغري. يعني أكبر منك وفايد. أكبر مني هو دائما يتمت عليك صراحة. هو أكبر مني مقامين، وأكبر مني في كل شيء. كلكم أخوان أعزائي. بس مفهد. مفهد أنا يعني استفدت منه بالقادسية استفادة كلية صراحة لما تغربت منه، وكان يدعمنا وكان يشجعنا وكان ياخذ بايدنا لحد ما تطورنا. صرنا ثلاثي لما وصلنا مع احمد رشدان الله يرحمه. الله يغفر له ويرحمه يا رب. في نادي القادسية وصلنا لغاية السبعينات. عقب السبعينات بعد هي مرحلة أخرى. هذا خلي يقول عن المسعود العلاقة هذه أيضا بدايتها. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة طبعا اللي بدأت بيني وبين عبد الله مسلم عن طريق نادي القادسية. عبد الله جاء نادي القادسية وكان مدربنا ذاك الوقت فهمي العيسوي. أول وقت ما عرفته، بعدين لما يعني بدأ يتدرب بالنادي طبعاً عرفته معاد كلهم. وكان طبعاً من اللاعبين المميزين في مسابقات الرمي الجلة والغرس إلى أن وصل إلى بطل الكويت الفئة الناشئة. وطبعاً الكلام اللي قاله عني عبد الله مسلم يعني يمكن ما خلاني أتكلم، يعني زايد يعني صك عليه صك بالحكي. لا إيه. فعبد الله مسلم يعني الواحد كل ما يقعد وياه يعني كله وده ما يوخر عن عبد الله. قلبه طيب ونصوح، يعني هو يقول استفاد مني وأنا كذلك. طبعا لما قعدت أنا وياه وعاشرته، يعني عاشرته كلاعب لما كان يلعب ويانا بنادي القادسية على ملاعب ثنية الشويخ، وعاشرته حتى لما كنا
يعني مدربين. وهم أذكر مرة ثانية المرحوم أحمد الرشدان كان أحد اللاعبين اللي كانوا ويانا في نادي القادسية. انضم أحمد الرشدان إلى نادي القادسية سنة 67 بعد ما جانا عزم عبد الخالق مدرسنا في معهد المعلمين، أخذ ويا أحمد الرشدان ولعب أحمد الرشدان مسابقة دفع الجلة، أول لاعب كويتي يلعب مسابقة دفع الجلة بالكويت هو أحمد الرشدان. قبل أبو سعد؟ أبو سعد لا، أبو سعد قبله بالجلة والقرص. إيه لا أنا عشان ايه؟ أصلح حق أخوي أحمد الرشدان أول من لعب إطاحة المطرقة. المطرقة إيه؟ إطاحة المطرقة. المطرقة أنا الحقيقة رحت على جلة إطاحة المطرقة. حد اللي صدت فيه هذا. إيه أحمد طبعا هو أول واحد لعب المطرقة لأن عزمي عبد الخالق كان متخصص بهاللعبة هذه. وبرز فيها أحمد يعني مع كم واحد معاه في نادي القادسية. أضمن منهم يعني أذكر منهم عبد الصمد، عبد الصمد سالم أخو جوهر سالم كان يلعب وياه، لكن أحمد الرشدان هو اللي واصل إلى أن يعني وقف وكان مشرف ألعاب القوة بالنادي. طبعا كان في مشرف قبل أحمد الرشدان، المشرف السابق كان محمد عبد الله الصقعبي. محمد الصقعبي، محمد الصقعبي انا اعرف السباحه. لا 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 شوف ما شاء الله اي محمد الصقعبي كان اذا صار بالصيف يروح السباحه واذا صار بالشتاء يانا يعني يينا بر بحر مثل ما شاء الله تبارك الله. فكان محمد الصقعبي من خيره مشرفين العاب القوه اللي داروا علينا كلهم. وضحى يعني حتى في مستقبل الدراسة ضحى محمد الصقعبي علشان نادي القادسية اللي كان هو محمد الصقعبي كان يدرس في ثروة شويخ وعلى أساس أنه يقنع أحمد العجيل يجي نادي القادسية. فانتقل من الشويخ إلى معهد المعلمين قعد وياه بالصف ونفس الطاولة، قعد وياه نفس الطاولة وكل بدأ بيطلع أحمد العجيل محمد الصقعبي وراه لغاية ما وقع بالقادسية أحمد العجيل. نوقف عند هذه بس إذا سمحت لي بفهد ناخذ فاصل ونكمل إن شاء الله. تحفل رياضة ألعاب القوى الكويتية بالعديد من الأسماء البارزة التي سطرت تاريخاً مشرفاً منذ تأسيس وانطلاق هذه اللعبة في الكويت. فبدأت الكويت المشاركة خارجياً وتحديداً في دورة الألعاب الأولمبية في عام 1968، حيث كان العداء يونس ربيع الاسم الأبرز لدى الكويت المشارك في مسابقة 100 متر عدو. ومن الأسماء البارزة في عالم الجري الكويتي العداءان الكويتيان عبد العزيز المنديل ويعقوب اليوحة اللذان حققا ميداليتين ذهبية وفضية في منافسات 60 متر حواجز في البطولة الآسيوية السابعة داخل الصالات في الدوحة. كذلك كان هناك لاعبون آخرون ولن نغفل عن إنجازات العداء فوزي دهش في مسابقة 400 متر وكذلك زميله محمد العازمي في سباق 800 متر على مستوى القارة. وقد تميز اللاعبون الكويتيون بألعاب القوة وبرياضة الجري على وجه الخصوص إلى مراحل جديدة في تاريخها بعدما رفعوا اسم بلدهم عالياً في المحافل الدولية. ولا شك أن الجيل السابق كان له عظيم الأثر في وضع لبنة الإنجازات اللاحقة التي شهدتها رياضة ألعاب القوى. نعود لكم مشاهدي الكرام والحديث وبرنامج المقصورة. وكان يمكن لما أخذنا الفاصل أو طلعنا الفاصل كان الأخ مدربنا الوطني على المسؤول يتكلم عن عملية أيضا ضم أحمد العجيل إلى نادي القادسية. فضل فايد كملنا. طبعا محمد الصقعبي المشرف كان معاه في نفس الطاولة
ما يخلي وصول نادي القادسية وين يطلع أحمد العجيل رحوي. إيه صغاية ما إيه محمد الصقوبي. ليش أقول لك أنا يعني هذا ما يعني ما في مشرف بالأندية أو بالكويت كلها سوى له ضحى مستقبله. ما في شك. شنو هالرجال؟ وبعدين قلبه على اللاعبين كلهم. وأنا أعطيه يعني من ذاك اليوم لليوم أقول له خلاص هذا هو الأول يعتبره. على إيه نعم. بامتياز. نعم نعم. لذلك المهم نادي القادسية وقعه أحمد العجيل، وثاني يوم محمد الصقعبي يرجع إلى ثانوية الشويخ مرة ثانية هناك. ويصير أحمد العجيل قد ساوي يلعب العاب عندنا ثلاثي وطويل وثلاثي. خل نكمل حوارنا أيضا بألعاب القوة، والسؤال لكم الاثنين يعني أي واحد يجاوب منكم أنتوا كلكم ألعاب قوة يعني. نعم. شنو كان مستوى ألعاب القوة قبل؟ شو مستواها؟ بداياتها مستواها كثرة الناس اللي تيجي ألعاب القوة. الحين ما تلقى أحد. أي مضبوط ولا؟ نعم. ولا أنا غلطان؟ لا كلامك عدل. أول ما تروس كيفان أو ثانوة شويخ. نعم. أو الحين ما تلقى من شو المستوى كان هناك؟ والله شوف يعني في الأول ماكو مثل شيء الحين اليوم اللي فيه ترفيهات وفيه يعني هالتلفونات وهالواتساب والشغلات هذه. كانوا يعني الشباب وين يروح؟ ما له مكان إلا يروح النادي. فكانت اللاعبين يعني بكثرة، وحتى لما تروح أي مدرسة تلقى لك وفرة. وبعدين كذلك يعني اللاعبين بعض الأندية ما كانت مهتمة ذيك الأيام، ما كانت مهتمة. فتلاقي اللاعبين يجون لك بكثرة، ومن كثرهم يعني أنت حتى تمل منهم يعني كلاعب أنت أو كمدرب. اليوم طبعا لما بدوا يعني الشباب يوخرون لأن لقوا شيء ثاني ترفيه أحسن من الألعاب. يعني كانت قاعدة موجودة كنا. إيه يعني مو بس ألعاب القوة، حتى اللعبات الثانية. اليوم يعني حتى لما المشرف يروح أو شيء يعني ما يلقى لاعبين مثل قبل. يعني خلاص إلا ما قل وندر اليوم. شو اللي خلاك تروح للجري؟ أنا أقول لك الجري. كنت أنا أحب الجري وكل أحب يعني أنا ألعب ألعاب قوة وألعب جري. وتلعب كرة قدم؟ وألعب إيه يعني ألعب كرة قدم وألعب جري. أنا حتى في المدرسة كنت ألعب بلعبتين، وكنت لاعب زين يعني ألعب بخط الدفاع. إيه يعني من أيام هذيك الساعة الدفاعات؟ دفاعات المدارس أنا أقول لك. إيه يعني نتكلم خلنا نتكلم في المدارس يعني. ما وصلت المرحلة يعني الدفاعات هناك أو الهجومات يعني كنا نلعب ويا الصديق ويا أي مدرسة؟ فلسطين المتوسطة. فلسطين اللي صارت الجاحظ. الجاحظ إيه ويعني المتنبي اللي هي بالدسمة ها؟ إيه المتنبي والصديق وحولي والشامية والعمرية. هذول كانوا المدارس اللي احنا لعبوا وياهم. وبعدين ها اللعب يعني من يطوفك اللاعب قال كسره، ما يقول يعني غط عليه كسرته. اي كسره ذاك اليوم عاد يد صدفه. اي يد صدفه لعبنا احنا ويا مدرسه حولي. حلو. وكان يعني الله يذكره بالخير اخوي سلطان غانم المفتاح هجوم المدرسه. طبعا وياهم ابراهيم الخشرام وياهم عبد العزيز البدر وياهم العصفور وياهم ضاحي عبد الله مسلم وياهم ولا لا؟ عبد الله مسلم لا لو وياي كان بعد يمكن احوشه بالكره. المهم وياخذ الكره قالوا لي علي ترى اللاعب هذاك اللي سلمت عليه مساء هذا ترى سريع وحط بالك ترى يمكن يعني يقول علينا. ف انا عارفه يعني بين علاقه قويه بيني وبينه وعارف من ايام المرقاب سلطان المفتاح. اخذ الكره ويطير بالكره هو كان يقول علي ترى راح الريال. والله انا بعد راح الريال كان الف عليه واروح اركض. ركض ولا شات الكره وحطها بالجول. قول اي عقب ما قول طاح بس ودمر راسه بالنوره. انا الحين ما ادري ربعي نخوني ربعي علي كذا واشوت بشوت الكره ولا ما ادري أثير راسه هو اللي جدا. وثلاث أيام فقير ما ورحنا ونبي يعني نتسامح منه مسامحة عاد كان أحسن لاعب نادي الكويت والله. مساعد أنت كنت رئيس اتحاد الكويتي لألعاب القوة. نعم.
وأنا سألت أبو فهد علي المسعود مستوى ألعاب القوة أيامكم هل هي في كانت فعلا طالعة فوق ولا مستواها مثل الحين ولا في لاعبين وايد شاركون الأمور هذه؟ وصار سؤالك الأولاني ليش اللاعبين اهتمامهم بالأول كان أكثر؟ أي أول أنا يعني وجهة نظري أن رئيس النادي وأعضاء النادي كلهم والمشرفين مثل ما قال محمد الصقعبي الكل يهتم في لعبة ألعاب القوة، يعني كل الإدارة مو تقول الحين حاليا يحطون مشرف من أعضاء مجلس الإدارة ومشرف فريق وانتهى الموضوع، لا بالأول يختلف. أول لما أنت تدش ألعاب القوة الكل يعرفك، يعني أنا أذكر محسن الفارس ولازم هذا نوقف له ونطق له سلام يستاهل وأحمد يعني كان له دور في القادسية وألعاب القوة في الرياضة ككل شيء ما يتصور العقل، ما في شك يعني كان يشجعنا وكان يحضرون معنا الملعب وكان عيونهم علينا، ولما نحطم أرقام لاعبيننا ولا علي مسعود يفوز كان التشجيع واضح. بعدين مثل ما قلت لك كان هناك في عطاء عطاء من اللاعب نفسه. ليش الفرق؟ ليش ما عنده سيارة الباص يوديه ويجيبه، عارف شلون؟ محتاج انه هو يظهر، يعني عندك مثلا الحين ما كان ولا واحد من اللاعبين ولا المدرب السابقين كان يحمل تلفون بيده، ما التلفونات كبر عليه ما كان، يعني كنا اني قبل التدريب بساعه على اساس نجهز نفسنا حق التدريب. استاذ سوق بساعد قبل ترى يحط مخبات سويتش كنا عنده سياره وخلط حتى قالي ما عنده صح. فانا اقول لك بالاول كان غير، اللعيبه كانوا بالاول كان هناك في عطاء يعطون من قلبهم، مو 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 ياي والله يقضي وقت ويمشي، كان خليفه وكان مجموعه كبيره يعني اسره الرميان كانت موجوده عندنا كلهم لاعبين رزاق الرميان كل لاعبين ما شاء الله على مستوى في كان بالسرعه بال400 في الحواجز. محمد سعد كذلك عندنا شوف القادسيه بالستينات محمود عاطف البيومي من مصر جايبينهم يلعبون العاب قوه عندنا، جابوهم حق كره اليد في القادسيه بعدين لعبوا معانا في العاب قوه بالثلاثي والطويل. شوف الاهتمام على مستوى الكاس لما يضيع من عندك تبكي، والميدالية لما يضيع من عندك تبكي، انا وعلي المسعود يجوز ننقهر مو بس نبكي. هذه انا اقول لك اياها الفتره اللي كنا فيها لاعبين، بس لو تسالنا عن فتره السبعينات فتره فظيعه بالنسبه حياتنا الثلاثي. هل هي اجمل الذكريات؟ اجمل 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 فاوجه قوتها يعني. يعني السبعينات توجهنا طلعنا من القادسية من أم المدارس في ألعاب قوة علي المسعود وعبد الله مسلم وأحمد رشدان، وين اتجهوا؟ اتجهوا للتدريب. عبد الله مسلم راح أسس فريق نادي اليرموك ماكو نادي نهائيا، علي المسعود ظل في القادسية يكافح، أحمد رشدان راح أسس نادي كاظمة وبدأنا حنا الثلاثي 24 ساعة تنافس، واحد يبوق من الثاني لعيب، واحد روح يوقع من الثاني لعيب، وهذه حياتنا كانت. هذا لغاية 75 هذه حياتي. كنا بفهد عنده تعليق على البوق. يعني في لاعب اسمه توفيق سليمان طلع اسمه بالجريدة كلية صناعية، هذا الحكي من السبعينات. أنا نسيده وين بيتهم؟ هني في المنطقة هذه. جبلة. رح تيبته وخذ أوراقه من أبوه ووقعته. عقب نص ساعة ولا يا عين مسعود يسأل عن أبوه شو يقوله؟ عبد الله مسلم طار فيه راح من زمان. وخامط. إيه فترة ثانية ولا هو عند عيال رشود أدورهم ولا بوقعهم وخالص. فهذا كان في اهتمام حتى الروح موجودة. طبعاً الروح موجودة. يعني لدرجة إن لما نقعد مع بعض تشد أعصابنا ونقول المحك يوم البطولة. هو شنو يقدم؟ أنا شنو أقدم؟ أحمد رشدان شنو يقدم؟ يعني أنا امتز مثلاً في المسافات الطويلة سيطرت عبد الله السلام على لاعبين خالد كاظم خليل يعني ناس رنانة من لا شيء يطلعوا. حي المسعود نفس الشيء، يعني حتى السفرات اللي سافرناها بالخارج لما سافرنا على أسبانيا أنا وياه ويا أحمد رشدان ويا عبد الكريم عبد الرضا حضرنا أول مدرب مال فسبوري لما كان ينط على ظهره كان في المكسيك في البطولة، جابوه عندنا وين في برشلونة
من يشوف داخل وقت في سبوري؟ حنا رايحين بنشوف حلم، حلم كبير، وقعدنا نحضر ونشوف تدريبات ونشوف نبي نخلص الإجازة عشان نرجع الكويت نطبق في سبوري في الكويت. أشوف على المسعود بينطلق وينطلق بالجريعة. طبعاً هم بعد بعلق على كلام أخوي أبو سعد، أنا أقول أبونا عبد المحسن الفارس وندعم أبو أحمد. عبد المحسن الفارس الشخص اللي تبناني قبل لا يكون فيه مدرب نادي القادسية. تبنى على المسعود. إيه يمرني في البيت ياخذني إلى نادي القادسية، وهناك طبعا ما في مدربين، فكلف عيسى عبد المحسن العباسي أبو عادل، أبو عادل قال له عيسى فنقر، قال له يا أبو عادل اقضب علي المسعود عندك وأنا خلني أتفرغ للنادي، لأن ما أكون أنا الحالي بالنادي، ما أكون أحد وياي. وكذلك ما ننسى عبد العزيز المخلد أبو خالد، الله يشافيه إن شاء الله، والله يشفيه يا رب. ولا ننسى محمد الحمد والنعم، الله يطول عمرك، أي أسماء طبعا يعني، ولا أنسى كذلك خالد الحمد، خالد الحمد هذا الرجل، خالد قصدي أنا، نعم خالد حمد، يعني في 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 ناس بالقادسية إلى اليوم لما نسمعهم أو نسمع أخبارهم نرتاح لهم، لأن هذولي أنا بالنسبة لي هذولي أعتبرهم آبائي والله العظيم، يعني كانت رجالات في الأندية، كانوا مثل ما قال أخوي عبد الله، إيه مثل ما قال سواء ألعاب قوة والكرة قدم كل الألعاب، في ألعاب يعني أنا بسأل المستوى اللي كان يعني يعني هل مسابقات زيادة على 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 الموجود الآن حالياً، ولا مسابقات يعني واحدة ورا الثانية عشان الخبرة واللياقة وال لا لا يعني كانت مسابقات يعني يمكن الحين المسابقات صارت أزيد من قبل، يعني مسابقات قبل أقل من المسابقات اللي الحين، يعني دخلوا أشياء ثانية على ألعاب القوة، نعم، أو مسابقات جديدة دخلوا علي علي عليها، لكن الشباب اللي قبل تلاقيهم يعني كله يبون يعني وايد من كثرهم. حتى أنا أذكر لبغى نلعب حنا التصفية، تدري كم تصفية الواحد حتى يدش نهائي؟ أربع تصفيات وفي نفس اليوم خاصة لأي مسابقة، يعني خاصة حنا عندنا أغلب المسابقات يعني إيش كثر اللاعبين ذلي، وإذا كان في يوم رياضي تلعب أنت شوف يعني نركض 6 تصفيات الصبح وتصفيتين العصر على أساس ندش النهائي. هذا يوم الأحمدي تقصد؟ يوم الأحمدي، هذا شوف إيش كثر العالم تدش وتشوف الناس، يعني الأحمدي صدق لما يقول لك مدينة الأحمدي، مدينة الأحمدي وين الأحمدي الحين راحت؟ وين هذه الأشياء كلها راحت؟ إنجازات علي المسعود، إنجازات عبد الله المسلم اللي يعني واحد يفتخر فيها بالنسبة لكم إن شاء الله. أبو مشعل بالنسبة حق الكويت، أندية الكويت عامة، الكويت ولادة صح في كل الألعاب خصوصا ألعاب القوة، في 64 74 جابنا الميدالية عبد اللطيف عباس في 400 حواجز في طهران، في طهران حواجز يعني في أول ميدالية على مستوى ألعاب القوة، ألعاب القوة. وكان هناك في أبطال المستوى في السبعينات اختلف عن مستوى الستينات، تطور ليش؟ مثل ما قال أخوي علي الأندية اهتمت، أول حنا كنا نادي واحد في مدربين 2 أو 3 بالسبعينات نفس الشيء لغاية 75 76 بدأت الأندية تصحى. الحين في نادي من الأندية حاليا في 12 مدرب، أول أنا كنت أدرب ألعاب تخصص بس أنا كوجهة نظري المرحلة اللي اشتغلنا فيها بالسبعينات أقوى من المرحلة اللي اشتغلوا فيها الحين في التسعينات حاليا. هاي توصلني سؤال، أي. يعني شلون نطور ألعاب القوة الآن؟ تطوير ألعاب القوة ما تي فقط من المدرب، لازم يكون من النادي نفسه. النادي الأندية الحالية مع الأسف ولكل الأسف أعضاء مجالسها حاليا مو متخصصين، يعني أنا أتمنى أن يكون في كل نادي على الأقل شخصية رياضية يفهم في ألعاب قوة على أساس يبتدي يحركها. يعني لما تقول الله محمد الصقعبي شنو نجاح الألعاب قوة بالستينات؟
نجاح محمد الصقعوي. لعب هو كذا لعبه يعني مشكله يعني اقول له لا قصدي انا الشخصيه محمد السمارة الله يرحمه مش كذلك فتره بالثمانينات يعني الشخص نفسه هو اللي يطور. اما لما تقول والله حاليا الحين تلقى كم لاعب موجودين في النادي تدريب يتدرب بجوز بالاسبوع بدايه يدرب 6 ايام يتدرب تدريبين يعني يومين بالاسبوع ويجيك على المستوى ما يقدم له مستوى. كم مره مريت على كيفان العاب القوه ماكو احد علي بقطع اسبوع علي المسعود فيك ابتسامه وفي ضحكه وفي لك اكيد تشات مع الاخرين الابطال في تلك الفتره من هو كان منافس علي المسعود؟ شنو المسابقه اللي يركض فيها؟ اللي يركضها علي المسعود سباقين 100 متر اي و 200 متر 100 متر و 200 متر و 200 متر. من هو ينافسك؟ شوف في منافسين يعني اول فتره خالد خليفه بعدين راحوا يعني اتجهوا الى مكان اخر وفي منافسين ظلوا وياي لآخر أيام لعبي. منهم؟ اللاعبين اللي كانوا في السابق لما نقول من 62 كان الأخ مرزوق سعيد. مرزوق سعيد؟ اي لاعب النادي العربي بالمئة والمئتين مرزوق؟ لا بس 100 بس 100 يسبقك ولا تسبقه؟ والله أول أيام يسبقني يعني أول سنة أي. يستاهل أبو عبد الله زين سبقني زين عرف شلون؟ السنة الثانية خلاص لأنه ليش قلت لك أنا اتجهه وبعدين راح مرزوق خلاص يعني لأنه كان يلعب قدم أي. فراح خلاص يعني القدم أحسن له يعني لأن ألعاب القوة قبل ما كانت تمثل شيء يعني حق الصخرة السوداء يعني لكن عم. القدم لا القدم كل شيء يعني هي لكن طبعا ما ننسى الله يرحمه فرحان مبارك فرحان كان اللاعب هو المنافس كان ينافسني بالأمية والمئتين وحتى في 66 لما أنا لعبت الأمية طلعت الأول وهو طلع وراي الثاني لعبنا الميتين الميتين أنا ما حد غلب لي فيها بالكويت ولكن أنا فيني عوار بالظهر وكان فرحان مبارك الله يرحمه كان هو اللي يحط اللزقات على ظهري هو اللي يحط اللزق على ظهري يحط اللي يحط على اللزقات على ظهري علشان ومنافسي يعني شوف الروح شوف شلون المحبة الروح الرياضية فهذاك اليوم يوم صار النهائي الميتين شلت اللزقات بدون ما يدري ولا قاعد أسخن حق الميتين كان أحس بالعوار هذا سنة 66 عوار مثل الغزة كان أقول له فرحان ظهري قام يعورني قال لي واللزقات حاطم ولا لا قلت له والله ما حطيت اللزقة شيء يقول ليش ما حطيت اللزقة الحين يمكن يصير فيك شيء وقام يهاوشني يعني ليش ما حطيت اللزقة زين هات الهاند باك خلينا نحط اللزقة بظهرك قلت حتى الهاند حتى اللزقة اللي بالهاند باك شلتها ما حطيت شيء يقول جا سويت فيني انت قلت له الحين خلاص يعني بعد بنركض المهم ركضت المتين وصلت ال 170 متر انا الاول وفرق عني يعني يمكن 40 متر رايح عنهم انا يعني 200 متر ونهائي اخر 30 متر وقفت 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 خلاص يعني كعيت والعوار مثل الطعنة صار معاي شوي شوي كان يمر يمرون اثنين ولا اثنين ولا فرحان ويا اللبناني فضل السباعي اشوى فرحان طلع الاول يعني ما راحت الميداليه راح حق فرحان اشوى اذا ابو سعد ناخذ الجانب الاخر ايضا نعم. تكلم ايضا عن المدارس في التدريب نعم. هل هي واحده او والله في مدارس اوروبيه مدارس امريكيه واسيويه والله شوف يا ابو مشعل المدارس التدريبيه اللي بالكويت صارت اغلبها يعني مدارس محليه يعني محليه محليه يعني اكثر شيء الان لو بتشوف انت ملعب كيفان حاليا اغلب مدربينك الكويتيين عشان شيء قلت لك بالبدايه ان الكويت ولادت لاعبين واللاعبين حبوا العاب قوه وصاروا مدربين بس الكويتيين ما خلقوا لا بس مدرسه بس معينه خاصه بالكويتيين كذا اخذوا مدارس بس اتحاد الكويت العاب قوه استعان بالمدرسه المجريه المجريه فتره طويله بالثمانينات كانت كلها مدربين مجريين بعدين كذلك في الثمانين عملنا مدرسه خاصه
في مدرسة الرمي تبناها ناجي. الدكتور ناجي أسعد. ناجي أسعد هذه تقريبا قعدت تقريبا أكثر من 20 سنة مع الدكتور ناجي أسعد. هذه خاصة في الرماية في الرمي في العامة في الرمي. كنت أنا والأستاذ عزمي عبد الخالق والدكتور ناجي كنا موجهين مساحنا 120 مدرسة كويتية حققنا منها أبطال لا يزالون أساميهم لامعة منهم وليد بخيت بطل أسيوي بطل أسيوي عندك كذلك عبد الله سرور عندك طحنون مجموعة من الأبطال اللي ثبتوا وجودهم في ألعاب القوى. بس أنا في نقطة بالثمانينات حنا كان عندنا مشاركة أنا ويا أبو فهد في الجيش الكويتي هذا اختارونا اتحاد الجيش الكويتي نشارك في البطولة العربية في بغداد هذه مشاركتكم بالخارج كمدربين كمدربين شاركنا هناك في بغداد وحققنا المركز الأول على جميع الدول العربية كانت هذه طفرة كبيرة مساعد الشرطة اعتقد الشرطة العربية واحدة بواحدة الشرطة العربية الثانية الشرطة العربية مالت اختراق الضاحية في الدوحة أنا كذلك مسكت الشرطة في الدوحة على أيام معنا كان مشرف محمد السمار الله يرحمه ويرحمه الجنة حققنا كذلك فيها المركز الأول هذه دخلنا احنا السبعينات الثمانينات لما جينا على التسعينات طبعا أنا بالقادسية كنت بس بالقادسية بعدين انتقلت إلى نادي السالمية من القادسية كذلك بالسالمية حققت نتائج طيبة كان بالسالمية بالقادسية كان عندي اللاعب الفلسطيني محمد موسى أسميه هذا قطار بشري الله أو أو ايه. أول لاعب يسجل تحت 14 دقيقة معي أنا لما رحت السالمية تحديت اللاعب هذا اللي أنا طلعته قلت له بطلع لك لاعب كويتي يضربك وطلعت له ناصر سعود وغلبه في نادي السالمية هذه بالسالمية الله يرحمه الشيخ خالد اليوسف الله رئيس نادي السالمية كان معانا في نادي السالمية من الناس المحبين في ألعاب القوة بالإضافة حق كان معانا أستاذ عزمي عبد الخالق وعيال عائلة المحيطيب ما شاء الله عائلة مشهورة في نادي السالمية فذول علي البحيري كان شعلة في نادي السالمية فلما جيت أنا كونت هذه كلها فقلت خلاص أنا بعد 20 سنة مدرب وعشر سنوات لاعب أبي أرتاح فقال لي شيخ علمنا أنا غدساوي ومؤسس من القادسية 119 بطاقتي لا تزال بس رحت كمحترف للسالمية السالمية محترف لا رشحوني نادي السالمية أني أنا أصير رئيس اتحاد ألعاب القوة قدم ورقتي حق الاتحاد ألعاب القوة بعد الغزو مباشرة فأخذتها 4 سنوات تزكية واربع سنوات الثانية تزكية لغاية 2000 وتستاهلها والله يا ابو سعد الله يسلمك تستاهل بعد هذا الجهد البعيد الفترة هذه ما قاطعك كان دور خالد الحمد في الهيئة العامة للشباب الرياضة كان يشجعنا ما شاء الله كان يجيني رئيس نادي النصر يقول لي شو مسوي حق خالد الحمد قلت له شو مسوي؟ يقول صدق يقف على التليفون يقول هلا الله في عبد الله مسلم بانتخابات الجاية وليد الله يذكره والله انا استغربت يعني يقول يعرف الناس الممتازة نادي النصر الأمير نواف بن محمديين الكويت هني يقول حق خالد الحمد خل بالك على هذا الرجل يعني أنا خل بالك على هذا الرجل لأن الأمير نواف محب للألعاب القوى وهو رئيس اتحاد الألعاب خل بالك على هذا الرجل ترى هذا الرجل جاسوسي بالكويت يقول من كثر ما يحبني يعني شوف بفايت إن لك تعليق الظهر أيضا عن عيال المحيطيب عيال المحيطيب طبعا حسين المحيطيب لاعب نادي سالمية بطل الحواجز وطلع لاعبين حق الحواجز وراح يدرب بالقادسية واستفاد منه هم القادسية استفاد منه لذلك حسين المحيطيب يعني علم من أعلام نادي السالمية وكنت أتمنى أنه يكون حتى في المنتخب لو مسكينه يعني الصغار حق الحواجز لعبة الحواجز من اللعبات الصعبة مو أي لاعب ممكن أنت تجيب لاعب يركض بس أنه يوثب هذه شوي فيها صعوبة فكان وعلي شنو وضعنا بألعاب القوى يعني خليجيا شنو وضعنا احنا امام حاليا لا انا ما اتكلم حاليا حاليا الله يسر علينا ان شاء الله الله يسر علينا شوف في الثمانينات كنا نرجع شوف احنا في الثمانينات تاريخكم احنا ما اتكلم شوف في الثمانينات احنا يوم صارت بطولة الخليج في قطر احنا كنا الاوائل
والتسعينات والتسعينات كذلك. وتالي خلاص يعني القطريين والسعوديين ويعني تطوروا وجابوا لغاية بعدين وحنا يعني هم قاموا يتطورون في كل شيء يعني الخليج تطور وحنا وقفنا لغاية ما خلاص نطلع الرابع 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 بس. هذا أنا أسألك لو إحنا بنعتني بألعاب القوة هل نحتاج إلى عمل مضامير لألعاب القوة؟ مضامير؟ يعني مضمار ألعاب قوة سواء في الأندية سواء أو نزيد مثل ملعب كيفان نسوي واحد ثاني ولا بيزات ولا شنو؟ شوف أنا أقول لك أنا أقول لك إذا أنت شوف إحنا اليوم لما تقول النادي الأندية عندهم كرة القدم ومضمار ألعاب القوة دار مدار كرة القدم، كرة القدم كل يوم يلعبون وأنت عارف لعبة كرة القدم هي الشعبية. لو أقولها في تخصص ملاعب مضامير لألعاب القوة كان تشوف الجري وكل شيء يتطور عدل، لكن مدام الحين المضمار حوالي فريق القدم ما في تطور. لا أنا سمعت اقتراح أول كانوا يقول عشان نشجع ألعاب القوة نعم خاصة نفس المباراة إن نعمل نهائيات بين الشوطين عشان الجمهور موجود تحط أي كل واحد يعطي ارتفاع لألعاب القوة. أي أدري بس أنت إذا كانت تبي تحط يعني مركز على ألعاب القوة يا أخي تحط لي مضمار خاص لألعاب القوة. أكو بعض الدول يحطون مضمار خاص لألعاب القوة وميدان أو نسميها ميادين حق المسابقات الميدان الرمي. يعني أنا الرمي ما يصير أخلي يم الوثب، الرمي هذا يرمي له بطريقة ولا رمح أو غرص يشق راسه ثاني. يعني هي مضمار كيفان معدل؟ مو معدل عدل بس تيك التربية ويقولك يعني يختلطون عليك. بس لو صار في مضامير خاصة يعني لو صار في مضامير خاصة إن كان تتطور الكويت. أنت تحط استاد، أنت حط استاد لكن حط لي مضمار ألعاب القوة على أساس اللاعبين يرتاحون. ما في مضمار وما في تطوير يعني لا نتشذب على روحنا يعني. أنا بس في مداخلة تفضل عشان ما أهضم حق بطلنا محمد الزنكوي بطل آسيا في 83 لما حصل على الميدالية الأسيوية في دفع الجلة. محمد الزنكوي ظل مدرب الثمانينات مع الاتحاد الكويتي لعب قوة. شنو قدم؟ قدم ولدين علي وعيسى علي طاحت المطرقة على مستوى الخليج والعرب وعيسى بالقرص فاجأ فيها الدول العربية يرمي فوق الخمسينات. هذا المدرب محمد الزنكوي الآن لو أسأل وين الاتحاد الكويتي لعب قوة وينه؟ محمد الزنكوي مو ترك هم قالوا له وخر مشاكل إدارية أو مشاكل فنية. أنا وجهة نظري كرئيس لهذا القوة قعد 10 سنوات هذا الشخص لو أجيبه بس مستشار حق عياله يجابلهم في الملعب وديهم ويجيبهم ولا أفرط هذا مشكلته بالرياضة زين ما يقعد ولا أفرط فيه زين ما يقعد ولا أفرط فيه. اليوم يحس في نفسي إن ألقى أبو علي برا اتحاد ألعاب القوة. كابتن علي المسعود أنت لاعب ألعاب قوة ومن الناس المخضرمين في ألعاب القوة كلاعب أحسن مدربين فاتوا عليك مدرب جيد مدرب سيء درب وين فيه تدرب سواء بالمدارس الشنهي هل هي مختلفة أيضا مو المدارس المدرسة لا مدارس ألعاب مدارس القوة في التدريب طبعا المدرب اللي دربني وطلعني الحقيقة لغاية ما وصلت إني أنا أكون بطل يعني اللي هو فهمي عبد الحميد الحليم العيسوي مدرب نادي القادسية وأول مدرب ألعاب قوة مصري مسكني في نادي القادسية. هذا هو اللي تطورت أنا وياه ودربني ودرب يعني اللاعبين كلهم كذلك حتى درب أبو سعد بس على مسابقات الرمي. عربيا شنو كان وضعنا؟ بعض المسابقات شوف أنا بقول لك إياها عربيا كان عندك لاعب واحد وأنا مسميه اللاعب الذهبي لاعب فوزي دهش الشمري فوزي دهش فوزي دهش فاجأ
فاجأ الخليج وفاجأ العرب وفاجأ الآسيويين بطولة العالم الناشئين يعني الناشئين. لكن نقول الحين يعني بعدين بعد ما طلع يعني صار درجة أولى أو مثلا بالعمومي فوزي كان مضمون يعني يطلع الأول بالسباقين ذهبيتين يبلك عربية وآسيوية. فوزي كان ينقص الدعم والدعم كان منين؟ من شخص واحد. شنو مفهوم الدعم؟ الدعم اللي كنت تعطيه بيزات وتشجعه طبعا شنو؟ او انا بيتي او ابعثه في معسكرات مثلا. شوف ابعثه معسكرات يدلون بالهم على مكان عمله، هذا قاعد يخدم البلد. يا اخي هناك برا لاعبين العاب القوى كلهم متفرغين، ليش لاعب الكويتي ما العاب القوى مو متفرغ؟ فوزي دهش كنت انا مخطط متفرغ. نعم الزنكوي كان متفرغ نعم فتره طويله. يعني فوزي كنت انا يعني افكر قلت فوزي لازم ما يوقف عند الاربع ولاعب 1500 بعد أيه. فقلت انا فوزي لازم يكون يلعب 800 متر بعد محمد مطلق، لان شوف فوزي لما يلعب 400 وتالي يحول من 400 الى 800 راح يكون بطل بال 800 لا غبار عليه بلا منازع. لان في لاعب كان شفته انا في الدوره اللي صارت في لندن كان هذا هم يلعب 400 ولعب 800 وحطم رقم العالم دقيقه 40. فوزي لو لاعب ال 800 وما بطل وما راح هذا الشخص اللي كان يمون فوزي اللي هو الله يذكره بالخير ويطول عمره الشيخ حمد ناصر صباح الناصر، هذا الشخص اللي كان يعني كان يمون لاعبين ألعاب القوة الأبطال العمومي والناشئين والأشبال كان يمشي لهم راتب من حر ماله. طبعا هذا لما نروح هذا المورد ايش تبي يصير في اللعبة؟ المنتخب يعني المنتخب هو عين البلد، يعني سوى احتراف جزئي باتحاد العاب القوى قبل لا تسوي الهيئه العامه للشباب، لان اصبح هو رئيس اتحاد العاب القوى اعتقد بعد ابو سعد بعد ابو سعد. هذا لو انه كان مستمر كان مو بس فوزي يروح، فوزي من يهد فوزي ومحمد مطلق يعني من يهد فوزي هذا كل ما اذكر يعني فوزي نجوم العاب هذا اللي انا تعبت عليه ويبته من نادي لجهره تكلم بحسره إيه يعني جبته من نادي الجهرة وهو ناشئ عايش في العاب القوى مدرب ناشئ فوزي ناشئ جبته من نادي الجهرة تبادل بيننا وبين نادي الجهرة هم نعطيهم لاعب سلة يعطونا لاعب والقادسية واحنا ناخذ منهم فوزي وفواز وانتهى برنامج محمد عندك عدل عموما أختار. يعني احنا انبسطنا في قعدة المنصة والقعدة المقصورة الراقية معاكم ونتمنى لكم إن شاء الله العمر المديد الله. ولا لا شك إن الرياضة إن شاء الله عن قريب راح يرتفع عنها الإيقاف يلا. ونرجع مثل ما كنا وأحسن نتمنى ونبي جهودكم أيضا لا تتركوا الرياضة لكم أنتوا ثمرة أن نأخذ منها. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في حياتكم إن شاء الله ونشوفكم على خير إن شاء الله على حلقات قادمة. مشكورين وما قصرتوا يا أبو سعد عبد الله بسلم واتحاد العاب القوى سابقا وبطل ابو فهد مدرب وطني علي المسعود، شاكر جدا لوجودكم معنا مثل ما تفضل اخوي محمد زامل اقول لك بارك الله فيكم يعطيكم العافيه. نقول للاخوه المشاهدين الكرام الاسبوع القادم ان شاء الله يتجدد اللقاء والضيوف الكرام ايضا يكونون في هذه المقصوره. تحياتنا لكم شكرا العزيز محمد زامل شكرا ومع السلامه.